همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين، أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. يقول مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه: العجز آفة، والصبر شجاعة، والزهد ثروة، والورع جنة، ونعم القرين الرضا. خلق الله في هذه الأرض ما يحتاج إليه الإنسان قبل أن يخلق آدم. خلق من الطعام، خلق من المأوى، خلق مما تنبت الأرض لكي يكون رياشاً يقي به البرد والحر، ثم خلق آدم. فوجد آدم في هذه الأرض كل ما يحتاج إليه. الإمكانات المتاحة للإنسان في ناحية جسمه، ما يرتبط بالطعام، ما يرتبط بالشراب، ومن المواد التي يحتاج إليها الجسم. فالإنسان الذي عنده جسم سليم يأخذ هذه المواد ويحولها إلى طاقة، أما الجسم المريض فلا يعاني من قلة المواد، لكن مشكلته في مكان آخر، أن جسمه غير قادر على تحويل المواد الأولية التي يأخذها الإنسان إلى طاقة يتحرك بها في هذه الحياة. كما في الجانب المادي كذلك في الجانب المعنوي، الله زود الإنسان بالعقل، زوده بالإرادة، زوده بالخيال، زوده بالنفس اللوامة لمواجهة مشاكل الحياة، لمواجهة العقبات التي تعترضه، لمواجهة نفسه الأمارة بالسوء. الإنسان السليم في روحه ونفسه يستفيد من هذه الأمور التي أعطاها الله له في الجانب المعنوي والروحي، ومن ثم ينطلق في هذه الحياة نشطاً فاعلاً مؤثراً ناجحاً. أما الإنسان المريض، من يكون مثلاً ضعيف الإرادة، أو من لا ينمي عقله فلا يستشير عقله في هذه الحياة، فمع وجود كل الإمكانيات في داخل روحه إلا أنك تراه عاجزا. في الواقع الخارجي نجد هنالك في الجانب الجسمي أو الجانب النفسي من يوصف بالعجز. إحنا عندنا شخص يولد أعمى، والطب عاجز عن معالجة من يولد وهو ناقص في عضو من أعضائه. هنالك من يولد وهو مشلول فلا يستطيع أن يمشي،
هنالك من يولد وهو أصم أخرس، هذا عاجز، عند نوع من أنواع العجز. وإذن هل يمكن أن نقول أن القدرة وهي نقيض العجز؟ لما نقول فلان عاجز يعني مو قادر، عاجز عن الصعود من هذا الدرج، أي أنه لا يستطيع أن يصعد لعلة في جسمه، عاجز عن إنجاز شيء لنقص في نفسه مثلا أو في معرفته وفي علمه. شخص اللي مو طبيب ما يقدر يعالج مريض لأن ما عنده هذا العلم، فهو عاجز عن معالجة المرضى لنقص في علمه. أو الشخص المجنون عاجز عن تدبير أمور نفسه، فكيف بالآخرين؟ لأنه ولد أو لأنه فقد عقله. المهم في الواقع الخارجي نجد هنالك من هو عاجز، عبد هو كل على مولاه لا يقدر على شيء، عبد مملوك، أو أن يكون هنالك أبكم ما يستطيع يتفاهم ويا الآخرين، لأن الأبكم أيضا هو أصم فلا يسمع الآخرين ما يقولون ولا يستطيع أن يعبر عما في ضميره. أكو عندنا عجزة في هذه الحياة من حيث الجسم أو من حيث النفس والروح. لكن الإمام علي يقول كلاما غريبا هنا، يقول العجز آفة، يعني مش ملزم، مش ملتصق، يمكن علاجه، كما أن الأشجار فيها آفات تستطيع أن تعالجها، ما في شجرة إلا ولها آفات معينة، كما أن الأعمال والمواقف أيضا فيها آفات. العجب آفة العبادة، الكبر آفة من آفات الغنى، شخص اللي عنده أموال عنده غنى من آفاته أنه لا يحتاج إلى الآخرين أن يطغى. في آفات، الإمام يتحدث هنا عن العجز كآفة وليس كشيء حقيقي ما يمكن الإنسان يعالجه ويتخلص من عنده. فالسؤال هو التالي، كيف أن العجز آفة ونحن نرى أن أناسا يولدون ناقصي الأعضاء، أو أن أناسا في حياتهم يفقدون بعض وسائل التواصل مع الآخرين كبصره كسمعه وما شابه ذلك؟ الحقيقة أن الله أعطى للإنسان إمكانية أن يعالج عجزه، أعطى للإنسان القدرة على أن يكسب ما يحتاج إليه وأن يحقق ما يصبو إليه، يعني في مجالين، شيء اللي يحتاج إليه من الطعام والشراب والمسكن والملبس، الله أعطى للإنسان القدرة على أن يصل إلى ما يحتاج إليه، وأعطى للإنسان أيضا القدرة وإمكانيات في هذه الحياة حتى يحقق الأهداف التي يضعها لنفسه، وقسم ذلك بالسوية، لا بمعنى أن الجميع يولدون أصحاء في الجسم، لكن أكو رب العالمين عند سنة التعويض، فإذا سلب من أحد نعمة البصر أعطاه نعمة السمع، فمن خلال الاستفادة من نعمة السمع يستطيع أن يعيش مثل ما يعيش الآخرون، يعني يجلب لنفسه ما يحتاج إليه ويحقق ما يحدده في أهداف حياته. الله أعطاه شيء عوض عنه، كان رجل مع قطع النظر عن رأينا في آرائه وفي مواقفه أعمى في مصر، هذا الرجل أصبح دكتور وعميد الأدب العربي، يعني في العالم العربي بمقدار ما كان هنالك من أدباء ومن كتاب، هذا صار عميدهم، يعني أعلى من يوصف بالأدب والبلاغة والكتابة، وهو الدكتور طه حسين، هذا كان أعمى ما يقدر يشوف حتى يقرأ، لكن عنده سمع، يمكن واحد ثاني يقرأ له. وفي ذلك الزمن ما كانت مسجلات ولا الهواتف النقالة ولا الإنترنت، لكنه استطاع أن يحفظ. أو أن رجلا آخر موجودا الآن
ويشغل كرسي إسحاق نيوتن في الجامعة في بريطانيا، هذا لا يستطيع أن يفعل شيء إلا أن يحرك 3 أصابع من يده، لكن يقال أنه أكبر عالم فلك في هذا العصر. يعني الرجل إذا وقع لا يستطيع أن يقوم، عاجز في كل شيء، أصيب بمرض نادر في بدايات شبابه فأصبح عاجزا. هذا الرجل ما يقدر الدقمة مالته، الزر هذا يسده، ما يقدر يسده، لكن بعقله بخياله يسبر الآفاق ويأتي بالنظريات، أيضا مع قطع النظر عن رأينا فيه ورأينا في آرائه ومواقفه. إذن عند رب العالمين سنة التعويض، والدتي رضوان الله تعالى عليها وحشرها مع محمد وآل محمد 20 سنة كانت أصم، يعني لا تسمع شيء أبدا. فما الذي كانت تفعل؟ كانت تقرأ حركة الشفاف، يعني حينما نتكلم معها ما كنا نحتاج إلى رفع الصوت أبدا، وإذا كنا جالسين مكان بعيد بس تطالع شفافنا تستطيع أن تعرف ما الذي نتحدث مع الآخر ولو بصوت خافض. الله يأخذ شيء، لكن معطي هواية كثير من الأشياء التي نستطيع أن نستفيد منها للتعويض. إذن هنالك نوعان من العجز، عجز حقيقي، عجز حقيقي في أعضاء معينة، في أمور ترتبط بالنفس الإنسانية، لكن غالبا الناس عجزهم مو حقيقي قابل للعلاج، مجرد آف مثل آفات الأشجار، مثل آفات بعض المواقف وبعض الأمور. إذن القدرة وهي نقيض العجز ليست موهبة إلهية يولد بها أناس ويحرم منها آخرون بالولادة. القدرة موهبة وزعها الله على جميع البشر بمقدار معين، كما في بقية الفضائل وفي بقية المناقب وفي بقية الحاجات اللي الإنسان يحتاج لها. الله وزع العقول على الناس، ما أعطى كل العقل لإنسان ما عدا الأنبياء والرسل، هؤلاء استثناء طبعا، لكن بالنسبة لبقية الناس الله ما يعطي مقدار من العقل إليك ومقدار من العقل إلي، مو كل العقل إلي ولا كل العقل إليك، كذلك فيما يرتبط بالأمور الأخرى. السؤال هو كيف تكون القدرة متساوية بأمرين؟ الأمر الأول أن الله قادر إذا كنت أنت عاجز، يعني أحيانا الشخص يصاب بمرض الأطباء عاجزون عن علاجه، لكن الله عاجز عن علاجه له، فيتوسل صاحبه بربه فيعالجه الله له. أنا عاجز عن إنجازات كثيرة، لكن بالتوكل على الله رب العالمين يفتح لي آفاق، يهيئ لي الوسائل فأكون قادر على بعض الإنجازات التي كنت عاجزا عنها. إضافة إلى ما ذكرنا من أن العجز فيه نوع من أنواع التعويض، وأيضا من أنواع العجز أو من أسباب ومصادر العجز الجهل، لكن الجهل قابل للعلاج، روح اتعلم. أنت غير قادر على معالجة المرضى وتروح تدرس الطب تصير طبيب تعالج، أنت غير قادر على تخطيط لبيتك روح اتعلم الهندسة تقدر تخطط لبيتك. الأشياء اللي متعرفها الله أعطاك القدرة على أن تعرف. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم عاجزين لا تعلمون شيئا، أنا أقول عاجزين لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. شغل هذه الأمور حينئذ تجد أن الآفاق انفتحت بالنسبة إليك وأنك حققت ما تصبو إليه. المشكلة الحقيقية في هذه الآفة هو الخضوع للعجز ومن ثم اليأس من العلاج، أو التظاهر بالعجز، يعني التعاجز، يعني التكاسل. أنت قادر على أن تصعد من هذا الدرج، كل علة ما فيك، لكن تتعاجز، تتظاهر بالتكاسل، فتكون حقيقة عاجز، لكن مو عجز حقيقي
وإنما عجز واقعي، فرق بين حقيقي وواقعي. واقعا هذا الشخص مثل العبد المملوك الذي لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وإلى أبكم إلى آخره. الواقع الخارجي أنه عاجز، لكن حقيقة مو عاجز، يقدر يعوض. يأتي إنسان ويولد في بيت غني فيكون سريا منذ بداية شبابه، في فمه ملعقة من ذهب وهو في حضن أمه. زين، واحد ثاني لا فقير، يولد في عائلة فقيرة. زين، هذا الفقير يقدر يتعلم، يكتسب المعرفة، فالأثرياء يحتاجون إليه ويطرقون الباب عليه. يقدر يعوض، يقدر يروح على شيء آخر اللي يعمل توازن بينه وبين الآخرين. السؤال، كيف نعالج العجز؟ طبعا الإمام علي سلام الله عليه حينما يتحدث عن شيء ويصف الشيء بصفة معينة فهو يبين الحقيقة كلها. يعني فعلا أي شيء تشعر أنك غير قادر عليه، انظر إليه كآفة تستطيع أن تعالجه. فحينما يقول العجز آفة، يعني أن العجز قابل للعلاج. أولا، أول شيء أن نفهم العجز، ونفهم أن العجز نوعان: عجز شخصي وعجز جمعي. أحيانا أنت تكون في مجتمع متخلف، في ثقافته متخلف، في معارفه متخلف، هذا المجتمع كل عاجز غير قادر على أن يدبر أمره. وأحيانا بالعكس، يكون المجتمع ناهض لكن الشخص يشعر بالعجز. أحيانا يكون إنسان خامل في أمة ناهضة، وأحيانا يكون ناهضا في أمة خاملة. باستطاعتك أنت إذا كان المجتمع عاجزا أن تكون أنت ناهض، بل أن تؤثر فيه وتجعله ناهضا. هؤلاء الرجال العظماء الذين أنهضوا أممهم وبثوا فيهم روح النشاط، روح الإنجاز، روح العمل، هؤلاء في الحقيقة كان عندهم يعني عجز شخصي ما كان عنده، العجز كان في أمته. الأنبياء سلام الله عليهم بثوا روح الإرادة في الأمم، التوكل على الله، الثقة بالنفس، ومن ثم فعلوا المعجزات. مطلوب منك إذا كنت في أمة خاملة أن تكون أنت ناهضا. أنت لا تقول حشر مع الناس عيد، أنت غير وبدل ما في نفسك، وتستطيع أن تغير ما في عائلتك، ثم في عشيرتك، ثم في أمتك. ثانيا، أن تعرف أن العجز شذوذ وحالة طارئة، مثل ما الطفل اللي يجي للدنيا سليم، وكل الناس يولدون من حيث الحاجات التي يحتاجون إليها سليمين، كل إنسان سالم يجي للدنيا في نفسه في جسمه، لكن يصاب بمرض، خب هذا المرض يعالجه، مو أنه نعتبر هذا المرض غير قابل للعلاج، والأب والأم يقيمون النائحة عليه إذا أصيب بوجع في رأسه، أو أصيب بالحمى، أو أصيب بشيء من الأمراض في جسمه، خروا عند الطبيب وعالج. لما يعرف أن هذا طارئ وأن هذا شاذ يحاول علاجه، لأن يعرف الأصل الصح في الناس. الأصل في الأجسام الصحة حينما يولدون إلا استثناءات، والأصل في الأرواح أيضا الصحة، كل مولود يولد على الفطرة. فالمنبع صافي، المنبع مو ملوث، جريان الماء من المنبع وتلوث الأرض تؤدي إلى تلوث الماء، لكن المنبع صافي، الروح صافي. فإذا أصيب أحد بمرض روحي، بمرض نفسي، بمشكلة ما قابل للعلاج، يعني أن تعرف أن هذا عاجز، حالة طارئة شاذة، فابذل المحاولة، ستستطيع أن ترفع عجزك وتكون قادرا على ما تريد. ثالثا، لا بد من معالجة جذور العجز. مثلا سوء الفهم، كما قلنا الجهل من أسباب العجز، لأن ما يعرف فهو عاجز، ما يعرف سياقة السيارة فعاجز عن الانتقال من مكان لمكان بسيارته،
عاجز من معرفة الطرق، إذن لا يصل إلى المكان الذي يريد الوصول إليه. زين اتعلم، روح اسأل حتى تعرف الطريق، اتعلم السياقة حتى تسوق. ليش يوم اللي أنت تكون عاجز عن سياقة السيارة تستسلم لعجزك ولا تقول أن علي أن أتعلم؟ عالج جذور العجز، ومن جذور العجز سوء الفهم، حالة نفسية متردية، عقدة الحقارة، أنه تشعر أنك حقير. ليش تشعر أنك حقير؟ حتى لو حقرك الناس وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، خلي الناس بتقدر عملك، خلي تقدر، بس أنت بينك وبين ربك تعرف أنك قادر، لأن الله يحب عبيده وقد وزع عليهم إمكانية يعني القدرات والطاقات والصفات التي يستطيعون بها أن يعيشوا في هذه الحياة كرماء وأن ينجزوا ما يريدون. الأمر الرابع، في حالات العجز توكل على الله. وين مكان التوكل؟ يوم اللي تشعر بالعجز هنا مكان التوكل. احنا عندنا توكل، عندنا تواكل. تواكل هو التكاسل، هو التظاهر بالعجز، تصنع العجز، هذا تواكل. التوكل بالعكس تماما، وهو أنك تشعر بالعجز لكن تقول أنا غير قادر، لكن رب العالمين قادر. ولأن رب العالمين قادر، إذن خلي أبذل المحاولة وأعمل كما أمرني الله، قد أنجح وقد لا أنجح، لكن احتمال النجاح طبعا وارد. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. خامسا، بذل أقصى الجهد. يعني شوف أنت بدون ما تبذل جهدك شلون تقدر تقول أنا عاجز؟ هل بذلت الجهد ورأيت أنك عاجز؟ ابذل الجهد تكتشف أنك لم تكن إلا متكاسلا ومتعاجزا ومتواكلا، ولم يكن عجزك حقيقي. وعدم انتظار النتيجة إلا من الله. شوفوا احنا عندنا مشكلة، نظن أن الذين حققوا ما يريدون هؤلاء هم الذين وصلوا إلى النتائج. ماكو أحد يوصل إلى النتيجة، النتيجة بيد الله، المقدمات بيدك، الوسيلة بيدك، أما النتيجة بيد الله. تدفي الأرض قدمك، أعر الله جمجمتك، ارمي ببصرك أقصى القوم، واعلم أن النصر من عند الله. أنت عليك أن تقوم بهذه الخطوات، لكن هل أستطيع إذا فعلت ما قاله الإمام علي أن أحقق النصر بيدي؟ ما في هذا الشيء. حتى الذين نجحوا رب العالمين أعطاهم النجاح. نعم رب العالمين بدون تهيئة الوسائل ما يعطي، لا تنتظر رب العالمين يعطيك النتيجة بدون تهيئة الوسائل، لكن النتيجة من الله بالنسبة للجميع وليس بالنسبة إليك فقط. الذين حصلوا والذين لم يحصلوا النتيجة كانت من الله عز وجل. سادسا، نشر ثقافة العزم والحزم والنشاط والعمل. احنا احيانا عندنا مشكلة ثقافية. مشكلة ثقافية شنو؟ عادات سيئة، هذا من الثقافة، فهم سيء، ثقافة التعاجز. هي الثقافة التي عادة الحكام ينشرونها بين الناس، أنتوا غير قادرين على أن تكونوا مستقلين في هذه الحياة، أنتوا غير قادرين، جيش من الكتبة والصحفيين وأجهزة القمع لدى الطاغوت، كل هذه تريد النفوس تستسلم لحالة العجز وتصدق أنها غير قادرة على أن تغير. هذا الأمر نراه بعيوننا في ظل كل طاغوت يحاول أن يثبت للناس أنه لا يمكن أن يغيروا وأن يبدلوا. وأحياناً يأتي من يعطي فتوى أنه لا تغير الواقع الفاسد بالشارع. زين إذا النظام كله فاسد، أنا خو ما أقدر أطلع من داخل النظام، من داخل المؤسسات. شنو من داخل المؤسسات؟ كل النظام فاسد، كل هذه المؤسسة صنعت لكي يرتفع الطاغوت على أكتاف الناس. تعطي فتوى
أنه أنتم لا ترحون ولا تحاولون من خلال الشارع أن تغيروا. يعني هذا هم جزء من وسائل الطاغوت لكي يشعر الناس بأنهم عاجزين ما يقدرون يغيروا. الأنبياء بدأوا من الشارع، النبي بدأ من الشارع، كان يمشي في الطرقات ويتلو آيات الكتاب، كان يجلس في جوار الكعبة ويتلو القرآن الكريم. وكذلك المسلمون حينما بدأوا الجهر، وكان أولهم الإمام علي سلام الله عليه بلا إله إلا الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني من خلال المؤسسات كان النبي لازم يروح ويا أبو سفيان ويصير وزير لأبو سفيان ويحاول يغير الواقع اللي كان موجود واللي كان على رأسه أبو سفيان. لا، لازم احنا نعرف الشعوب قادرة على أن تحقق أهدافها، كل إنسان قادر على أن يحقق ما يصبو إليه وما يريده. الأمر السابع أن تعرف ما تملك أنت رأس مال نفسك. مهما خسرت من أمور لكنك تملك رأس مال. يعني لو وضعوك نفترض في سجن انفرادي عشرات السنين، رأس مالك وياك وهو أنت، رأس مالك أنت. زين، هذا رأس مالي وأنا بين أربعة جدران مترين في متر، ما الذي أستطيع أن أفعل؟ تستطيع أن تفكر. الله أعطاك وسيلة وهي وسيلة المعرفة، التفكير أبو كل خير وأمه كما يقول الإمام الحسن سلام الله عليه. تفكر، يعني عندك وسيلة، أنت رأس مال نفسك، تستطيع برأس مال نفسك أن تنمي الأمور، ومن ثم تملك أموال، تملك بيوت، تملك سيارات، تملك مناصب، صح. لكن بماذا تستطيع أن تملك هذه الأشياء؟ برأس مالك الأولي وهي نفسك، وهي دائما معك، دائما أنت باستطاعتك أن تنمي قدرات المعرفة عندك بالمطالعة، بالقراءة، بالاستماع، بحضور الدروس، وقادر أيضا عن طريق التفكير. شوفوا، حينما تضع نواة تمرة في الأرض وتسقيها وتتعهدها، بعد مدة تتحول إلى شجرة. أين كانت هذه الشجرة؟ وين كانت هذه الشجرة؟ موادها الأولية كانت في النواة، وحينما تعهدتها سقيتها، رب العالمين جعل الشمس في خدمتها، القمر، النجوم، الهواء، عناصر التربة، هذا رب العالمين عملها مو أنت. الشمس خلقها الله من قبل، الهواء خلقه الله من قبل، وكذلك بقية المواد الموجودة في الأرض. أنت رأس مال نفسك، والشجرة والنخلة كلها موجودة في داخلك، المهم أن تزرعها وأن تتعهدها، وإذا بها تنجح وإذا بها تنمو وإذا بها. بعض الأفراد تشوف لغة معينة يحتاج لها بس ما يتعلمها، لما تقول له يقول ما أقدر أتعلم هذه اللغة، أشو غيره قدر يتعلم. وإذا يرجع الشخص اللي يعرف لغة ثانية إلى نفسه يشوف في الحقيقة هاي اللغة بسهولة تعلمها، مو صعوبة كبيرة، يعني مو حفر جبل حصل على هذه اللغة تعلمها، روح أمشي وتتعلم. النخلة موجودة في داخل هذه النواة لكن بحاجة إلى زراعة وسقي ورعاية، وإذا بها تنمو وتكبر. العجز آفة، والصبر شجاعة، والزهد ثروة، والورع جنة، ونعم القرين الرضا. تحدث الإمام علي عن ثلاث صفات سلبية في الإنسان. صفة البخل، قال البخل عار، وصفة الجبن، وقال والجبن منقصة، وصفة العجز، قال العجز آفة. في بعض الكتب أن هذه الكلمات القصيرة ذكرها الإمام علي لمالك الأشتر. مالك الأشتر في الحقيقة من أصحاب الإمام علي الخلص العظماء، لكن لأنه كان في ظل علي هذا العملاق الإلهي ما تبين عظمته، بس عظيم، عظيم جدا.
وقد أرسله الإمام علي إلى المكان الذي كان يحكم فيه يوسف الصديق إلى مصر. ولو أن الأعداء لم يكونوا قد قتلوه فلربما أكمل ما بدأه يوسف الصديق، أنجز ما بدأه ذلك النبي العظيم. ديربي أمثال مالك الأشتر. لكن الإمام علي يريد الخير لجميع الناس. أنت أيضا تعمل بهذه الكلمات تكون في موقع مالك الأشتر. مواقع الأنبياء والأوصياء هي مواقع الاصطفاء، لا يمكن لنا أن نكتسبها لأنها جعل من الله وجعلناهم أئمة، لكن مواقف أصحابه وصفات أصحابهم نقدر أن نكتسبها. يتكلم هنا عن أربعة صفات إيجابية في الإنسان، ثلاث صفات سلبية وأربع صفات إيجابية. الصفة الأولى الصبر. الصبر الشجاعة. الإنسان حينما يملك نفسه ويملك إرادته، تشوف هذا في حالة الحرب لأن إرادته قوية ما يعتني بالعدو، شجاع في المواجهة. في حالة المصيبة ما يتكسر تحت وقع المصائب وإنما يصبر ولا يجزع. في حالة أن يكون أمام إغراءات ما تشوف أنه انهار، في بعض الناس أمام امرأة ينهارون، رؤساء الدول، زعماء قبائل، إما أمام إغراء المال أو أمام إغراء الجنس انهاروا. ليش؟ لأن ما كانت عندهم شجاعة الصبر. الصبر شجاع. الصبر يعني امتلاك الإرادة وامتلاك النفس والإقدام بسبب هذه الإرادة وعدم الانهيار في مواجهة الإغراءات وفي مواجهة الفشل. مثلا في بعض الأفراد تشوف يفشل، وإذا فشل مرة بعد خلاص هذا الفشل يجر وياه. عمي خلي فرد أنت فرد نهاية لهذا الفشل، منا إلى شهر أنا راح أرثي لنفسي وأقيم النائحة على نفسي لأنني فشلت، لكن بعد شهر أخلي الفشل وراي، أمتلك إرادتي، إرادة النجاح. هذه الصفات الأربعة هي الصبر والزهد والورع والرضا. أهمها الصبر. ليش؟ لأن الصبر ليس صفة مستقلة، الصبر جزء من جميع الصفات الحسنة. ما في صفة حسنة إلا والصبر جزء منه. تقول الكرم، طبعا لازم الكريم عنده صبر، وإلا مرة واحدة يعطي مبلغ من المال هذا ما يسمى كريم. الكريم هو الذي يعطي أمواله دائما وليس بعض الأوقات، يصبر على فقدان المال. مثلا أكو بعض الأفراد ما يقدر يصبر، إذا فرد يوم ما حصل لأكل ذاك اليوم يعيش حالة متردية نفسيا ولا ينجز عمل ولا يرتبط بأحد، والله شنو اليوم الصبح أنا ما أفطر. مثلا الصبر جزء من جميع الصفات التي هي فضائل بالنسبة للإنسان. فأن تملك إرادتك وأن تتحكم في نفسك. من يملك إرادته، شوف هي صفة واحدة لكن تظهر في مواقف مختلفة. من يملك إرادته إذا وقعت له مصيبة لا ينهار، إذا خاف لا يتراجع، إذا واجه مغريات لا ينساق إليها، إذا أمامه صارت معاصي يرفضها لأن يملك إرادته. العقل يدله على الطريق، الإرادة تدفعه إلى أن يسلك هذا الطريق، لأنه عند امتلاك لإرادته وتحكم في نفسه تشوف هذا يظهر في صفات حسنة في مجالات مختلفة، كما ذكرنا المثال السابق، الطاقة الكهربائية الموجودة في الأسلاك، في المصباح تعطي نور، في الثلاجة تعطي برودة، في التدفئة تعطي حرارة وما شابه ذلك. الشجاع في الحقيقة أمير على نفسه، ولذلك فهو صبور. يوسف الصديق كان يمتلك إرادته، واجه إغراء داخلي، شهوة رغبة، فلما
أرهقه، يعني صار مراهق كما في الروايات. هذه زليخة أعدت نفسها له وكل المغريات الموجودة وسدت الأبواب وقالت هيت لك، لكن يمتلك إرادة أمام هذه المغريات، أصلا يهرب منها، يهرب من هذه المعصية. الإمام علي سلام الله عليه كان يمر في سوق فقال له القصاب: يا أمير المؤمنين، نعم اللحم هذا، تعال اشتري هذا اللحم. قال: لا أملك الثمن. قال: أصبر على الثمن. فقال الإمام: وأنا أصبر على اللحم. ليش أنت تصبر على الثمن؟ أنا أصبر على اللحم، أنا ما أكل. من أنا باشر، من يضمن لي أن أبقى حي حتى أعطيك ثمن لحمك؟ فإذا أنت تصبر على الثمن، أنا أصبر على اللحم. الشخص الصبور في الحقيقة يمتلك إرادته، واللي يمتلك إرادته يكون شجاع، يعني يعمل ما يجب عليه عمله، ليس ما يقول له ضعفه. ضعفه يقول تراجع، لكن عقله يقول لا تتراجع، لأنه يمتلك الشجاعة فهو يقدم. تحمل الشدائد، تحمل الشدائد من الشجاعة، الصبر شجاع. يقول: فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق الشجا، أرى تراثي نهبا. صبرت. واحد اللي بعينه قذى، من أشد أو ربما أشد أنواع الألم، وليس من أشد أنواع الألم، هو ألم العين. لا وجع كوجع العين كما قال الإمام علي، ولا هم كهم الدين. وجع العين أشد أنواع الوجع، يعني إذا صار وجع أشد أنواع الوجع في العين، طبعا أوجاع العين درجة، هذا يغمى عليه لأنه الدماغ غير قادر على تحمل هذا الوجع، الشخص ينهار، يعني يفقد إرادته، يفقد روح، يغمى عليه. زين، الإمام يقول: فصبرت وفي العين قذى في الحلق الشجا، إذا فرد واحد صار عنده الشجا في حلقه، يعني المي بدل ما يروح داخل المعدة راح داخل الرئة، أو لقمة من الطعام أو ذرة من الطعام، تخربط، لا يقدر يفكر عدل، لا يقدر يصبر على شيء. الإمام يقول: فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجا، أرى تراثي نهبا. ليش صبر؟ لأن شجاع. يوم اللي يكون شجاع في الموقف اللي لازم يصبر، يصبر هنا لابد أن يصبر، فهو يصبر. بعد مو مهم عنده في العين قضاء وفي الحلق شجاع. في حديث ينسب إلى الإمام علي تارة وينسب إلى الإمام الصادق سلام الله عليه، ولعل الحديث من الإمام علي ونقله الإمام الصادق فنقله الراوي عن الإمام الصادق، لكن أيضا مروي عن الإمام علي، رواية جميلة جدا. من وضع هذه الرواية نصب عينيه مو فقط يكون ناجح في الحياة الدنيا، أيضا مفلح في الحياة الآخرة. ينبغي للمؤمن أن تكون فيه ثمان خصال: وقور عند الهزاهز، هزة جاءت في المجتمع كله لكن هو يبقى المجتمع كله في حالة خمول لكن هو في حالة نشاط، المجتمع كله منهار لكنه وقور ثابت القدم. وقور عند الهزاهز، صبور عند البلاء، شكور عند الرخاء. في بعض الناس ينجح في امتحان الشدة ويفشل في امتحان الرخاء، وكثير من السائرين مع الأسف على الظلم والطغيان حينما انتصروا فشلوا في امتحان الرخاء. يوم اللي كان محكوم وأمام حاكم كان قويا في مواجهة الحاكم، في مواجهة التهديد كان قوي، لكن في مواجهة الإغراء ضعيف، في مواجهة الطاغوت كان قوي، في مواجهة التعذيب كان قوي، لكن في مواجهة منصب انهار، امرأة انهار، مال انهار، ينهار أمامه. الإمام يقول: شكور عند الرخاء،
مو الشكر فقط، يقول يا رب لك الحمد، حينما يعرف أن هذه النعمة من الله لا يستخدمها في معصيته. يعني إنسان ما أعطاك مبلغ من المال تشتري بهذا المال سلاحا وتقتله به، لا تفعل ذلك ما دمت تعرف أن هذا المال من، يعني أقل التقادير في شكر أو في حالات الرخاء أن لا نستخدم نعمة الرخاء في معصية ربنا. فالمؤمن وقورا عند الهزاهز، صبورا عند البلاء، شكورا عند الرخاء، قانع بما رزقه الله. شنو معنى القناعة؟ إن شاء الله لابد أن نشرح بالتفصيل، لكن أقل الأشياء أن لا يرتكب الإنسان ظلما ولا جورا ولا معصية لأنه يريد زيادة في هذا الأمر. قانع، الله ما معطي هذه الليلة طعام الأغنياء، يكتفي بهذا الموجود، هذا معنى أنه قانع. قانع بما رزقه الله، لا يظلم الأعداء. غريب، ما يقول لا يظلم الأصدقاء، لا يظلم المؤمنين. المؤمن ما يظلم العدو، لأن عدو أنت في نفسك ضده، حاقد عليه، جاي يريد يقتلك، صار أسير بيدك، ممكن تقطعه، لكن انطلاقا من ماذا؟ من حقدك، من بغضائك. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، لأنك تشنع وتبغض وتحقد على هذا الشخص فأنت تظلمه. لا، المؤمن لا يظلم العدو، مو الصديق فقط ما يظلمه، لا يظلم الأعداء ولا يتحامل على الأصدقاء، ما يحمل الأصدقاء ما لا يطيقون، ما يحمل الأصدقاء الثقل، ما يكون كل على أصدقاء. بالنسبة إلى الأعداء لا يظلمهم، وبالنسبة إلى الأصدقاء لا يتحامل عليهم. وبعد بدنه منه في تعب والناس منه في راحة. في بعض الناس لأنه يريد دائما أن يكون في حالة راحة يتعب الآخرين. لقد كتبت مرة، الطاغوت هو من يوقف مشية الناس لكي يمشي، الشارع هذا كله قاطعي، ليش؟ لأن جناب الطاغوت يريد يمر منه يقطع الشارع، هذا الطاغوت. يعني الناس منه في تعب وهو في راحة، المؤمن بالعكس، بدنه منه في تعب والناس منه في راحة. آمنا بالله وصدق الله العلي العظيم الذي يقول: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.